بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 44 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذا السائل علي من الجمهورية اليمنية محافظة صعدة، يقول: فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، سؤالي الأول: لقد جرت العادة عندنا أثناء عودة الحجاج من أداء فريضة الحج الاستقبال لهؤلاء بإطلاق النار في الهواء وتكليف الحاج بإقامة الولائم، فما حكم الشرع في نظركم في هذه العادات؟ والتوجيه نرجو مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، لا شك أن الحج عبادة عظيمة، وأن الذي يمن الله عليه بالحج فإنه قد خصه الله بعبادة عظيمة وثواب كبير إذا تقبل الله منه، ولكن لا يحدث عند قدوم الحجاج شيء من هذه الأمور، من إطلاق البنادق أو غير ذلك، أو إقامة الحفلات، إجبارهم على إقامة الحفلات والإنفاق فيها، وقد يكونون غير مستطيعين، يكلفون بما لا يستطيعون. ليس هذا بواجب ولا بلازم، وإنما يباح أن أهل الحاج، أهل القادم من السفر أو أصدقائه أو جيرانه، أن يقيموا له عشاء أو يقيم له شيئا من التكريم، لا من باب الإلزام، وإنما هو من باب الاختيار إذا شاءوا. لا مانع من عمل مناسبة لقدوم المسافر من حج أو غيره، لكن بدون إسراف وبدون إلزام وبدون تكاليف شاقة. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ما حكم من حج من مال جمع بالغش والأيمان الكاذبة في البيع والشراء؟ إذا حج بمال حرام فحجه صحيح مع الإثم، فهو يأثم على المال الذي أنفقه، ولكن إذا أدى المناسك على الوجه المطلوب حجه صحيح، وعليه أن يتصدق بما يقابل هذا المبلغ الذي حج به، تصدق به على المحتاجين ليتخلص من هذا المال، وليكون كفارة لما صنع مع التوبة إلى الله عز وجل. إذا كان يقدر على أن يتصدق بمقدار المبلغ الحرام الذي حج به، أما إذا كان لا يقدر فعليه التوبة إلى الله، وحجه صحيح إن شاء الله إذا أدى المناسك على الوجه المطلوب. نعم. من أسئلة يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم من قام بأداء فريضة الحج ثم عاد لارتكاب المعاصي والذنوب مدعيا بأنه سيحج مرة أخرى ويعود كيوم ولدته أمه. هذا فهم غير صحيح، أنه يحج ويقول أن الحج يكفر عنه سيئاته، يتعمد المعاصي ويقول أن الحج سيكفرها. الحج إنما يكفر هذه الأشياء الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، جمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تكفير مختص بالصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة إلى الله عز وجل منها. والحج فيه فضل، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا ليس في الذي يتعمد المعاصي ويقول يكفرها الحج، أو بعضهم يترك الصلوات الخمس ويترك الجمعة ويترك ويفعل المحرمات ويقول هذه أنا أحج ويكفرها عني الحج. هذا فهم خاطئ، وهذا لا يجوز الاعتماد عليه، وهذا ظن كاذب وفهم
سيء، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي وأن يتجنبها، ولا يعتمد على أن الحج سيكفرها عنه ويباشر المعاصي والسيئات. هذا أمر يقوله بعض الجهال أنهم يفعلون ما يشاءون ثم يحجون ويظنون إن هذا الحج قد كفر عنهم كل ما يصدر منهم. الذي لا يصلي هذا ليس له حج، ما دام أنه مضيع للصلاة إنه ليس له حج. الذي يدعو غير الله ويستغيث بالأموات والقبور ويشرك بالله ليس له حج وليس له عمل يقبل عند الله مع الشرك. لا تقبل الأعمال إلا مع التوحيد والإخلاص لله عز وجل. فعلى المسلم أن يتنبه لهذه الأمور ولا يفهم النصوص على غير مرادها. الحج يكفر ويرجع كيوم ولدته أمه، لا يفهم هذا على أنه يفعل ما يشاء ويشرك بالله ويترك الصلاة ويرتكب نواقض الإسلام ثم يقول الحج يكفر عني هذه الأمور. الحج لا يصح مع وجود نواقض من نواقض الإسلام، لا يصح مع ترك الصلاة، لا يصح مع شيء من الشرك الأكبر الذي يفعله كثير ممن ينتابون المزارات والمشاهد ويستغيثون بالأموات، لا يصح منهم عمل حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويخلصوا دينهم لله عز وجل ويحافظوا على أداء الفرائض وترك المحرمات حتى يكون الحج مكفرا لما دون ذلك من الصغائر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول في آخر أسئلة هذا السائل: ما رأي فضيلتكم في إمام المسجد لا يقيم الصلاة إلا عند حضور أشخاص معينين بالرغم من تواجد الكثير من المصلين؟ الواجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ولا يراعي أحوال بعضهم دون بعض، بل عليه أن يراعيهم جميعا فلا يشق عليهم، فلا يفوت الصلاة على من يأتي لإدراكها ويستعجل بإقامة الصلاة، بل عليه أن ينتظر، ولا يشق على المأمومين بطول الانتظار، بل عليه أن يتوسط، عليه أن يتوسط في الأمر بحيث لا يشق على الحاضر ولا يحرم القادم. أما إذا كان هذا المتأخر متكاسلا ولا يأتي إلا آخر الناس فلا ينتظره ويشق على الموجودين المنتظرين للصلاة، فعليه أن يتوسط في الأمر فلا يشق على الحاضرين ولا يحرم من يأتي لإدراك الصلاة مع الإمام إلا إذا كان هذا المتأخر متكاسلا. نعم، أحسن الله إليكم. رسالة السائل إبراهيم محمد من السودان يقول بأنه حج قبل 4 سنوات وقام بأعمال الحج مرتبة، إلا أنه يقول سكن في أيام منى خارج منى بنصف كيلو أو أقل خارج حدود منى، فهل علي شيء في ذلك؟ إن كان بحث في منى عن مسكن أو مكان يقيم فيه أيام التشريق ولم يجد، يعني يبيت فيه ليالي أيام التشريق ولم يجد، فلا حرج عليه لأنه غير مستطيع، والمبيت بمنى واجب مع الإمكان. فإذا لم يمكن، لم يجد مكانا ولم يستطع أن يبيت في منى وبات في مكان قريب منها، فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه لا واجب مع عجز، هذا عجز. أما إذا كان مهملا ولم يبحث عن مكان واكتفى بأنه ينزل خارج منى وهو لا يدري هل في منى مكان لها أو ليس فيها مكان، فهذا مهمل، هذا مهمل وعليه فدية، عليه الفدية بدل المبيت في منى. نعم، حفظكم الله. يذكر هذا السائل من السودان فضيلة الشيخ ويقول: لي 3 من الأبناء توفوا في الشهر 8 من العمر وأنا لم أعق عنهم ولم أسميهم، فهل يلزمني شيء في العقيقة والتسمية؟ لا يلزمك اللزوم، لكن يستحب أن تسميهم ويستحب أن تعق عن كل واحد إذا كانوا قد بلغوا 4 أشهر. إذا كان الحمل توفي بعد 4 أشهر بعد نفخ الروح فيه فإنه يأخذ حكم المولود، يستحب أن يسمى ويستحب أن يعق عنه، ويجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويجب أن يدفن في مقابر المسلمين، يأخذ أحكام المولود. أما إذا كان قبل تمام 4 أشهر ليس له شيء من هذه الأمور لأنه لم تنفخ فيه الروح ولم توجد فيه الحياة. يعني يقول: هل يعتبرون من الشفعاء فضيلة الشيخ؟ إن شاء الله، إن شاء الله أن الأفراد يشفعون. صح في الحديث أن الأفراد وهم الأولاد الصغار الذين يموتون وهم صغار أنهم يشفعون لآبائهم. نعم، السائلة الأخت فاتين ألف ميم لها سؤال تقول فيه: إحدى أخواتي فضيلة الشيخ أصيبت بوسواس شديد في الدين وفي الصلاة وفي الطهارة،
رغم أنها كانت ملتزمة. هذا الوسواس فضيلة الشيخ اشتد عليها إلى أن تركت الصلاة لفترات طويلة، وهذا الوسواس ما زال ملازما لها، علما بأنها سلكت جميع السبل من الرقية الشرعية والاستعاذة بالله من الشيطان، واستخدمت الأدوية النفسية لكنها لا زالت تعاني. فهل عليها إثم في تركها للصلاة في وقتنا الحاضر؟ تركت الصلاة في الكلية، هل نقوم بإجبارها على الصلاة لأننا نأمرها بالصلاة تصلي صلاة صحيحة لكنها تقول إنها غير صحيحة ولم أنوي في قلبي؟ الوسواس إذا اشتد صار مرضا نفسيا وهو من الشيطان، وأيضا قد يكون له سبب عصبي تعرفه الأطباء، فعليها بالعلاج، العلاج بالطب والعلاج بذكر الله عز وجل والرقية، ولا تيأس من الشفاء، لا تيأس من الشفاء، فإن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. ولا تترك الصلاة، لا يجوز لها ترك الصلاة، ولا يجوز لكم أن تسكتوا عنها، بل يجب عليكم أن تأمروها بالصلاة كلما جاء وقت الصلاة، تذكروها بذلك وتأمروها بالصلاة. تقول فضيلة الشيخ، هل لنا أن نتابعها في صلاتها فنصلي معها دون قراءة وتكبير؟ وهل إذا أجبرناها وعدت الصلاة كاملة هل تكون مجزئة رغم أنها تقول بأنها ليست من قلبي؟ وهل نستمر على إجبارها أم ماذا نفعل؟ نعم، نستمر على إلزامها بالصلاة. وأما قولها أنها تصلي بدون حضور قلبها، هذا من الوسواس، هذا من الوسواس، ولا يضرها، صلاتها صحيحة إن شاء الله الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ تقول، أشد ما يصعب عليها تكبيرة الإحرام، فهل تسقط عنها والحال ما ذكر؟ لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، تكبر الإحرام، تترك الوسواس. فضلت الشيخ صالح، ما السبب؟ لأن نسأل كثيرا من بعض الأخوات عن الوسواس في النساء، ما سببه يا شيخ؟ هذا مرض نفسي، مرض نفسي، الله أعلم بأسبابه، قد يكون من أسبابه السهر، كثرة السهر، فإن كثيرا من الناس الآن ابتلوا بالسهر صحيح. الليل السهر هذا يؤثر على الإنسان، قد يؤثر على عقله، يؤثر على دماغه، السهر يؤثر حتى في الإبل وفي الجمال، كيف لا يؤثر على الإنسان الضعيف؟ ربما يكون من الأسباب كثرة السهر في الليل، وأيضا من الأسباب قلة ذكر الله عز وجل، قد يكون يغفل الإنسان عن ذكر الله فيتسلط عليه الشيطان، وقد يكون من الأسباب وهذا قريب جدا كثرة النظر في هذه الوسائل المدمرة، وسائل المحطات الفضائية، ما تجلبه من شرور ومن آفات، وما يشاهده الناس من مناظر بشعة أو قد تكون مناظر موحشة، يسبب هذا الشيء من التشويش الفكري. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأمور، يتجنب السهر بالليل، يتجنب مشاهدة هذه التمثيليات وهذه الأفلام وهذه المشاهد الموحشة والمثيرة، تجنبها، لأن الإنسان بشر، إذا أكثر من مشاهدتها أثرت في فكره وعلقت في ذهنه، يتجنب هذه الأمور. وعليه أيضا أن يكثر من ذكر الله، محافظة على الصلاة، محافظة على تلاوة القرآن، إن هذا يبعد عنه الشيطان ويبعد عنه الوساوس. نعم، أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة السائل عين خاقاف من الطائف، يقول أرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يجيب على سؤالي، وهو يقول هو أنني أسكن مع أهلي في القرية، وهذه القرية فيها مسجد صغير لا أذهب للصلاة فيه لأنني أكره الذين يؤدون الصلاة فيه، لأن هؤلاء الناس أصحاب مشاكل، وإذا خرجوا من الصلاة وقفوا عند باب المسجد يبدأون في غيبة هذا وقيل وقال، فهل علي إثم في تركي للصلاة معهم؟ نعم، أنت تارك لواجب عظيم، عليك أن تصلي معهم، يجب عليك أن تصلي معهم، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، فلا تجلس في مجالس الغيبة والنميمة، وعليك أن تعظهم وتذكرهم لعلهم يتركونها، ولكن الصلاة الجماعة لا تترك، عليك أن تصلي معهم، وإذا لم يمتثل ويقبل النصيحة لا تجلس معهم، صلي معهم وانصرف، انصرف عنهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول يا فضيلة الشيخ، أنا منذ أن عرفت الدراسة في جميع مراحلها وأنا أقوم بالغش في الامتحانات، وها أنا قد انتهيت من دراستي الثانوية وقد تبت إلى الله عز وجل بعد أن هداني الله
وعرفت فداحة ما كنت أعمله. السؤال يبقى من ثلاث نقاط فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن ألتحق بإحدى الكليات؟ وهل لي أن أتوظف بهذه الشهادة؟ وهل الراتب الذي أستلمه حلال أم حرام؟ وديهوني فضيلة الشيخ. عليك بالتوبة إلى الله والاستغفار مما حصل، والوظيفة إذا كنت ستقوم بالعمل على الوجه المطلوب عليه فلا بأس أن تتوظف، لأن المدار على القيام بالعمل على الوجه المطلوب. فإذا كنت تستطيع القيام بالعمل على الوجه المطلوب فلا مانع أن تتوظف. وأما من ناحية الخلل الدراسي وضعف المعلومات بسبب الغش، بإمكانك أن تواصل الدراسة، أن تواصل الدراسة حسب استطاعتك وحسب ما تتمكن من حضور الدروس، ولو عن طريقة الانتساب أو حضور مجالس الذكر مع أهل العلم في المساجد. فعليك أن تكمل ما نقص من معلوماتك بكثرة الدراسة وكثرة المطالعة المفيدة. وأما الوظيفة فإذا كنت تستطيع القيام بالعمل على الوجه المطلوب فلا مانع أنك تتوظف. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة عين واو من الرياض لها مجموعة من الأسئلة. تقول فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من الطالبات في المدرسة، في بعض الأحيان لا يكون معنا إلا سجادة واحدة فنقوم بفرشها بالعرض حتى تتمكن كل طالبتين من الصلاة عليها في نفس الوقت، ولكن بعض الأخوات أنكرن علينا هذا العمل، فما الصحيح في ذلك؟ مأجورين. إذا كان المكان طاهرا فلا بأس أن تصلوا على الأرض أو على المكان الطاهر. وأما السجادة أمرها سهل، إن حصلت بها ونعمة، وإن لم تحصل فلا ضرورة لها، ولا مانع أن تفرشوها تحت الأقدام أو تفرشوها بالعرض تسجدون عليها، لا مانع من ذلك، الأمر في هذا سهل ولا إنكار فيه. نعم. أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة من الرياض في سؤال لها: هل نحاسب على كثرة الملابس التي نقتنيها في المناسبات وغيرها، وعلى الحلي والذهب وغير ذلك يا شيخ؟ الشيء الذي يزيد عن الحاجة يكره أو يحرم لأنه من الإسراف. وأما ما كان قدر الحاجة اللباس والزينة عند الحاجة إليها هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، اتركوا الإسراف، اقتصروا على قدر الحاجة، ولا أنكم تتصدقون بما زاد من الملابس تتصدقون به على المحتاجين، كان ذلك خيرا لكم من حبسه وعدم الانتفاع به من غير حاجة إليه. نعم. تسأل عن قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة قراءة القرآن. التزام هذا دائما بعد كل قراءة لا أصل له، لا أصل له فيما نعلم، فيكون بدعة. أما لو قاله بعض الأحيان إذا ظهر له شيء من معنى الآية أو معنى الحديث، ظهر له شيء مصداق للآية أو مصداق للحديث، فلا بأس أن يقول صدق الله العظيم أو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حصل كذا وكذا، أو هذا معنى الآية أو هذا معنى الحديث. أما أنه يجعل من أحكام التلاوة وتابع للتلاوة فهذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: نرجو أن توضحوا صحة هذا الحديث يا شيخ: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أنا لا أعرف هذا الحديث، ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة ومأمور فيها. سلم عليه. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أما تحديد الوقت للصلاة على الرسول أو تحديد العدد هذا يحتاج إلى دليل صحيح، يحتاج إلى دليل صحيح في الحالتين، ولا أعلم عن هذا الحديث شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ صالح تسأل عن الصيغة التي نصلي بها على الرسول، هل نقول اللهم صل على محمد أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ كله جائز. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، كله جائز الحمد لله. نعم. أو كله مشروع. نعم. الحمد لله. تقول السائلة: أعلم بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولكن سمعت من واحدة بأن قراءة السورة ثلاث مرات لا تعادل قراءة القرآن بأكمله، فما هو الصحيح فضيلة الشيخ؟
هي لا تعادل قراءة القرآن بأكمله، لكن هي تعادل في الثواب فقط، تعادل في الثواب فقط. ومن قرأ القرآن كاملا لما فيه سورة الإخلاص حصل له الأجر، أجر قراءة سورة الإخلاص وأجر تلاوة القرآن كله. أما من اقتصر على قراءة سورة الإخلاص فإنه لا يحصل له إلا أجر قراءة سورة الإخلاص، ولا يحصل له أجر تلاوة القرآن كاملا. نعم. امرأة تريد أن تحفظ القرآن فضيلة الشيخ، فهل لو قرأت مع الشيخ وهو يقرأ من المسجل هل في ذلك شيء وهل لها أجر؟ نعم، لا بأس بذلك، أنها تتابع الشريط وقراءة المقري من الشريط وتعدل عليها قراءات، لا بأس بذلك، هذا من طرق التعلم ومن وسائل التعلم. نعم. السائلة نورة واو من الرياض في سؤال لها تسأل عن حكم تأخير راتبة الظهر القبلية إلى ما بعد الانتهاء من الفرض خشية فوات الوقت. الصلاة القبلية تصلى قبل الظهر الراتبة القبلية، وإذا خشيت فوات الوقت بمعنى أنه سيدخل الوقت الثانية التي بعد الظهر صلاة العصر، إذا خشيت من دخول وقت العصر فإنها تبادر بالفريضة. أما إذا كان الوقت متسعا فإنها تصلي الراتبة أولا ثم تصلي الظهر ثم تصلي الراتبة التي بعدها، لأن صلاة الظهر لها راتبتان، راتبة قبلها وراتبة بعدها، فمع اتساع الوقت تأتي بالراتبتين القبلية والبعدية، ومع ضيق الوقت تقتصر على الفريضة لئلا يخرج الوقت. نعم. من المغرب أبو حمزة يقول أسأل عن كيفية التيمم، هل هو ضربة واحدة أم ضربتان؟ الأفضل أن يكون ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه، يضرب الأرض بيديه مبسوطتين ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه، هذا هو الأفضل. نعم. يقول ما أقل الوتر وما أكثره فضيلة الشيخ؟ أقل الوتر ركعة واحدة وأكثره 11 ركعة أو 13 أو 13 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين الشفع والوتر، هذا أدنى الكمال. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء من بهذه الرسالة من أبو هشام محمد، يقول فضيلة الشيخ هل يلزم للمرأة المسلمة أن تغطي الرأس عند قراءة القرآن الكريم وهي في منزلها؟ لا يلزم، إذا لم يكن عندها أحد من الرجال غير المحارم فلا تغطي رأسها، ما يلزم تغطية رأس لتلاوة القرآن، بل تقرأ وهي مكشوفة الرأس، إنما التغطية إذا كان عندها رجال غير محارم. يعني. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته.